أنت رقم خمسة، إنجاز العوارض الأرضية بخرسانة مسلحة بتركيز 350 كيلوغرام في المتر المكعب ذات أبعاد 0.25 في 0.3. 0.3 هو السمك نتاعها. أوكي، كنروحو لهنايا نحط برنامج الأوتوكاد، نشوفو العوارض الأرضية تاعنا، نديرو لهنا بان. أوكي، كي نجيو نشوفو العوارض الأرضية تاعنا راهي منين تبدا، يعني تشمل حتى اسفل البوطو نتاعنا، يعني كي نحسبوها نجيو نحسبو الطول الاجمالي، لانها الجزء اللي تحت البوطو يكون مدعوم من طرفها. اوكي، يعني نجيو هنايا ونحسبو الطول مباشرة، يعني نحسبو الطول الكلي، الطول نتاع لونغري نتاعنا حتى لهنايا. اوكي، نخرجوا لهنا، هكدا عطانا 15.25 في العرض تاعنا اللي شفناه قبيل توا 0.25 في السمك اللي هو 0.3. هاو نجيو هنايا نتأكدو، هاو 0.3. اوكي، يعني نجيو لهنا برنامج الاكسل، نجيو لهنا الحجم الكلي مباشرة لأننا حسبنا الطول الإجمالي، تساوي 15.25 في العرض اللي هو 0.25 في السمك اللي هو 0.3. عفوا لهنا 15.25. اوكي، وتساوي القيمة هذه، يعني هذا الحجم الإجمالي نتاع العوارض الأرضية بخرسانة مسلحة ذات تركيز 350، يعني لي لونغرين نتاعنا. نروحو البند رقم 6، انجاز الاعمدة بخرسانة مسلحة بتركيز 350 كيلوغرام في المتر المكعب ذات ابعاد 0.25 في 0.25 في 2.5، يعني الابعاد لهنا موجودة مباشرة. اوكي، نجيو لهنا، تساوي يعني حجم العنصر الواحد 0.25 في 0.25 في 2.5، يعني الابعاد لهنا مذكوره في البند بدا بلا ما نروحو لبرنامج الاوتوكاد. اوكي، وعطاتنا القيمه هذه، عطاتنا القيمه هذه. دروكا الحجم الكلي يساوي حجم العنصر في عدد العناصر. نروحو لهنايا نشوفو، ها عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 عناصر، يعني نجيو لهنا تساوي الحجم هذا في 4 وتعطينا النتيجة هذه. يعني هذه بالنسبة للأعمدة بخرسانة مسلحة، يعني يعني لي بوطو نتاعنا. اوكي، دروك نروحو البند الأخير اللي هو رقم 7، إنجاز كورنيش بخرسانة خفيفة التسليح بتركيز 250 كيلوغرام في المتر المكعب ذات أبعاد 0.3 في 10 سنتيمتر، يعني لهنا السمك هو 10 سنتيمتر. كي نجيو لبرنامج الأوتوكاد نلاحظو هنايا بلي الكورنيش، نعطيوها رسم صغير، يمتد بهذا الشكل، يعني من هنايا نديكروشيو لاكروشاج نتاعنا، يبدا من هنايا حتى لهنايا، يعني من جزء الحد نتاع البوطو حتى الحد نتاع البوطو. يعني كيف نحسبوه، نجيو هنايا يبدا من الحد هذا، الحد هذا اللي حسبناه قبيل هو قداه 4.75، يعني الطول تاعو 4.75 والعرض تاعو هو 0.3 والسمك تاعو هو 10 سنتيمتر، يعني 0.1. اوكي، كي نجيو هنايا عندنا العنصر الواحد يساوي 4.75 اللي هو الطول في 0.3 اللي هو العرض في 0.1، عفوا في 0.1.1 اللي هو السمك، وتعطينا القيمة هذه. اوكي، دروك لهنا الحجم الكلي، كي نجيو للبرنامج اوتوكاد عندنا 3 عناصر. اوكي، نجيو هنايا يساوي القيمة هذه في 3 وتساوي، عطانا النتيجة هذه، يعني هذا بالنسبة للكورنيش نتاعنا. دروكا نروحو لهنايا عدد أكياس الإسمنت في المتر المكعب الواحد، واش معناها؟ معناها التركيز
نتاعنا نقسموه على 50، و50 هو وزن كيس اسمنت واحد. اوكي، يعني نجيو لهنا كما في البند هذا عندنا التركيز لهنا 250، يعني نجيو لهنا نديرو تساوي 250 نقسموها على 50 اللي هو وزن كيس اسمنت واحد. اوكي، اعطانا لهنا يعني عدد اكياس اسمنت في متر مكعب واحد يكون التركيز 250 هو 5 اكياس اسمنت. لهنا كيف كيف 5 ونص التركيز 250، هنايا دروك 350. 350 واش يساوي؟ يساوي 350 نقسموه على 50 اللي قلنا هو وزن كيس اسمنت، اعطانا النتيجة هذه 7. البند هذا كيف كيف 7، هنا 7، هنايا كيف كيف 7، وهنايا 5 لانه 250 كيلوغرام في المتر المكعب. اوكي، يعني هذا كان بالنسبة لعدد اكياس الاسمنت في المتر المكعب الواحد. دركا نجيب هنايا اجمالي عدد اكياس الاسمنت، اجمالي عدد اكياس الاسمنت واش يساوي؟ يساوي الحجم الكلي في عدد اكياس الاسمنت في المتر المكعب الواحد. يعني لهنا تساوي القيمة هذه، نضربوها في القيمة هذه وتساوي هذه القيمة. هنا نعطيوها زوج ارقام الفاصلة. اوكي، هنا كيف كيف تساوي القيمة هذه، نضربوها في القيمة هذه وتساوي النتيجة هذه. كذلك نعطيو الأرقام الفاصلة، وباش ما نتعبوش نسحبوها للأسفل باش تعطينا النتيجة تاعنا. أوكي، يعني هذا كان بالنسبة لإجمالي عدد أكياس الإسمنت تاعنا. أوكي، دركا نروحو الوزن بالطن. الوزن بالطن واش يساوي؟ يساوي إجمالي عدد أكياس الإسمنت نضربوه في 50 اللي هو 50 كيلوغرام، يعني وزن كيلوغرام من اسمنت نقسموه على 1000. يعني كي نجيب لنا تساوي القيمة هذه نضربوها في 50 ونقسموها على 1000 باش نلقاو الوحدة تاعنا بالطن، وعطاتنا النتيجة تاعنا هذه. نديرو زوج أرقام ورا الفاصلة. أوكي، نزيدو هنايا كيف كيف تساوي إجمالي عدد أكياس الإسمنت نضربوها في وزن كيس اسمنت واحد اللي هو 50 كيلوغرام باش نحولوها للطن، نقسموه على 1000 وتعطينا النتيجة تاعنا هذه. كذلك نقربها بزوج أرقام الفاصلة، وهنا باش ما نتعبوش نسحبوها للأسفل. أوكي، هذه هي النتيجة تاعنا. دروك لهنا الوزن الكلي بالطن يساوي الصن، ونجمعو هذا كامل وتساوي القيمة هذه 1.34 طن. يعني هذا التقييم نتاع المشروع نتاعنا. اوكي، نتمنى يكون الدرس، ما تبخلوش علينا دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.